آخر فقراتنا الصباحية، وأكيد يا سالي كمان عنا إنجاز سوري جديد ومتميز. يعني اليوم حافل عنا بالمتميزين والأصحاب، هي خلينا نقول العقول النظيفة اللي نحن دائما بنفتخر فيهم. رح نحكي اليوم عن النجاحات السورية التي تستمر. هلا بدنا نحكي عن الصيدلانية فرح يوسف، طالبة دكتوراه في جامعة دمشق، حاصلة على براءة اختراع لتحضير دواء خافض لسكر الدم جديد. بصرنا نرحب فيكي، اهلا وسهلا فيكي. اهلا فيكم، اهلا وسهلا. بسعدني انه حضرتكم استضفتوني بهيدا البرنامج، شكرا كثير لكم. اهلا وسهلا فيكي، وان شاء الله الف مبروك هذا الانجاز الطبي السوري، خلينا نقول المتميز. يعني خلينا نحكي اول شيء عن رساله البحث الدكتوراه، ليه اخترتي هالموضوع؟ قد ايه بحثتي حتى تنقي هذا المرض اللي متعايش مع الانسان ليكون فيه؟ حقيقه هو الداء السكري معروف عالميا بانه هو يعني منتشر جدا، بيسجل المركز الخامس للوفيات حول العالم وفقا لمنظمه الصحه العالمية. فكان من الأمراض الهامة أنه حدا يعني يبحث بأنه يطور دواء، لا سيما أنه الأدوية اللي بتعالج السكري مو دائما عم بتحقق يعني الفاعلية المرجوة. بعض المرضى عم يتم عندهم ضبط من مستويات السكر، ولكن بزمر مختلفة، يوجد عدة زمر لعلاج الداء السكري. فمن هون هي الصراحة اجت الفكرة انه كمرض اخترنا داء السكري. هلا كآلية تفكير كيف فكرنا انه نحن كنا نطور هيدا الدواء، تمت من خلال انه نحن كثير هلا دارج حول العالم نحن شيء بنسميه بالمالتي تارجتينج دراجز، يعني الدواء المتعدد الاهداف. فانه انا بدل ما يجي المريض وبده ياخذ، حضرتكم اكيد بتعرفوا في ميتفورال، في اليونيكرون، انا ما بدي اذكر اسماء تجاريه، انا عم حاول بس شوي مشان يعني المستمع. تمام. فانه عم ياخذ عده اصناف، وهو بسميه عده وجبات دوائيه. فنحن حاولنا انه نعمل دمج بين مثلا زمرتين، مثلا الميتفورمين الميتفورال، مع من مشتقات الجليكلازيد او المعروف بالسوق اليونيكرون. فهيدا الدمج بيساعد انه المريض بياخذ مثل بيقولوا حبه دواء وحده، يعني ان شاء الله تلبي له كل الاهداف مره واحده يعني. فهي هيدا اللي اشتغلنا عليه. نعم دكتوره فرح، ايضا كمان خلينا نحكي يعني اخذتي براءه اختراع، وهذا انجاز كثير مهم. الحمد لله. يعني ومثل ما بنعرف مرض السكري بيقولوا ما له دواء وبدنا لا، هلا صار فينا نقول مع تطور العلم ومع هالعقول النظيفه يعني بنقدر نحن نشوف انه في مجال انه نحن نطور. الحمد لله. وفي دواء نحن في تجربه، يعني عملنا تجارب عليه، طرح، تم اعطاء نتائج لهذا الدواء. ايه هلا نحن الدراسه الشيء الجديد كان بايجاد هيدا الدواء، يعني هي الفكره كانت بايجاده انه نحن ما اعتمدنا على الطرق التقليديه، اعتمدنا بسوريا على شيء جدا متطور. اللي هو الدراسة اللي احنا بنسميها الدراسة الافتراضية او باستخدام الحاسب الآلي. فهي الدراسة بنسميها انسيليكو كمصطلح. فنحن وفق الدراسة الانسيليكو تبين بانه هذا الدواء مرشح لان يكون انه يطرح في الاسواق، انه احنا نعمل له دراسات سريرية لاحقة على البشر وفق البروتوكول، ومنه نحن ننتقل انه يتم تسويقه في سوريا. فهو ميزته انه بيكون اصطناع المادة الأولية محلي سوري وليس استيراد من برا. كثير حلو. يعني هذا أهم إنجاز يمكن بعالم خلينا نقول الصيدلة وصناعة الأدوية، لأنه دائما في مشكلة بظل الظروف إنه انقطع دواء معين لمرض معين. فنحن لما يكون في عندنا هي الصناعة وعندنا العقول وعندنا الدراسة الأكاديمية، بس بدنا شوية تشجيع حتى يتم أو تبني هي الأفكار. تماما. خلينا نحكي شو الصعوبات اللي واجهتيها بخلال بحثك، حدا ساعدك، حدا شجعك، من دكاترة الجامعة أخذت رأي حدا، كنت دائمة البحث حتى توصلي على هذا؟ أكيد. هلا أول شيء نحن كصعوبات اللي واجهناها هو كان تأمين المواد الأولية، يعني نحن كطلاب بنجري أبحاث، فدائما إحنا ننتظر فترات طويلة وما بتوصل أحيانا بعض المواد الأولية لأنه بيتم استيرادها من برا. صحيح. ولكن الحمد لله يعني نحن قدرنا مثل ما بيقولوا نشتغل ونتعب على حالنا بدعم من الأساتذة. طبعا أنا أستاذي الدكتور جهاد حربالي أنا كثير بتشكره
وكثير يعني لدعمه وكأب، لأنه هو أنا بعتبره كأب أكثر منه هو كأستاذ. أكيد نتوجه لعمادة كلية الصيدلة بالشكر، وأيضا للدكاترة المشاركين معي ببراءة الاختراع، الدكتور أسامة منصور، الدكتور فاروق قنديل من كلية العلوم، كمان دكاترة هيئة الطاقة الذرية ما قصروا معنا أبدا، دكتور عبد الغفار اللافي، في الأستاذ مازن إبراهيم، دكتور عبد الوهاب العلاف، كلياتهم ساهموا بأنه نحن نوثق ونتأكد وأنه كله تمام وطالع معنا المركب وكله يعني تحاليل وكله موثق علميا، والحمد لله في إنه حتى عدة نشرات عالمية بهذا الموضوع ونشرات محلية. فبتوجه أكيد طبعا لرئاسة جامعة دمشق كمان لأنه دائما بدعموا الطلاب وحريصين على أنه نحن دائما نطلع بأبهى ما يمكن علميا، مو كجمال وإنما كجمال علمي يعني. صحيح. فمتشكرون يعني إن شاء الله هيك، المشكورة الجهود المبذولة كلها يلي انصبت دائما في سبيل أنه نحن نحقق النتيجة اللي هي اليوم خلينا نقول اختراع سوري بامتياز تماما محلي، رغم الصعوبات اللي نحن عم نواجهها، العقوبات المفروضة على سوريا يعني طبعاً. حضرتك كمان انت بتعرفيها كصيدلانية ودكتورة حية، مو بس بالمواد، حتى صحيح. بالمواد الأدوية صحيح. يعني تخيلي انه مواصلين لنا بدوائنا، فنحن هون كمان نحن بهالطريقه بنحقق، نحن بنشجع بهالحاله الصناعات نحقق اكتفاء. انا ليش لا استورد من امريكا ولا من المانيا مثل قبل، او ليش لا استورد من الهند او من الصين حتى او حتى من الدول الصديقه، يعني ليش نحن فينا نشجع، يعني هاي بنعتبرها نحن باذن الله ان شاء الله تكون هي خطوه اولى انه نحن نشجع الصناعه الكيميائيه الدوائيه، علما انه نحن اكثر حدا ناجح بصناعه الدواء، مركباتنا عاليه يعني فاعليتها جدا عاليه، مو انه عم شيد انا لانه هي سوريه. نحن نشتغل على اشكال الصيدلانيه والحمد لله نحن محققين فيها نجاح وعم تستوردها اغلبيه البلدان. انا عم احكي هون انه نحن حتى الماده الاوليه بدل ما استوردها كمان انا اعملها، فهذا الشيء بنحقق اكتفاء ذاتي واقتصاديا جدا يعني مربحه لكل الشركات، فالحمد لله رب العالمين. اكيد فرح، يمكن هذا المطلوب بالمرحله الحاليه صحيح. بكل العناوين وكل المجالات الاكتفاء صحيح. الذاتي، لانه نحن عندنا العقول والخبرات والاكاديميين والافكار، نحن بحاجه فقط مثل ما قلتي لانتاج حلول على ارض الواقع وتشجيع وتبني هي الافكار. صحيح. خبرينا اول ما ركبتي الدواء حدا من اهلك، كيف كان التشجيع، ردود الفعل من المحيط اللي حواليك، لحتى ان شاء الله بلكي في دواء ثاني. هي صارت مثل طرفه، كنا عم نقدم النتائج العلميه بالكليه وفق سيمينار، ففي دكتور كثير عزيز على قلبي الدكتور احمد الحسن، انا بوجه له كثير تحيه كبيره وبتشكره لدعمه، كمان هو الاب الثاني يعني كما بيقولوا في القسم. فانا وقت كنت عم اقدم السيمينار فقال انه انا بدي كاسه مي لو بخاف يطلع السكر، فمازحته الدكتوره جميله كمان بوجه لها تحيه كثير كبيره، قالت له خذ الدواء اللي صنعته فرع كثير حلو الحمد لله في تشجيع، يعني في تشجيع الحمد لله رب العالمين. فرح كمان نحكي هلا مثلا مرضى سكري كثير بياخذوا انسولين، ممكن هذا الدواء يعني يبطل ياخذ انسولين، او في فكره لانتاج او اختراع دواء؟ لا هيدا الدواء موجه نحن لنسميه للداء السكري النمط الثاني تاني. غير المعتمد على الانسولين. اللي عم يعتمد على الانسولين فهو من صغره عم ياخذ ابر الانسولين تمام. هيدا فموي مثل الميدفورال، بس مثل ما حكينا هو مالتي تارجتينج، يعني فموي بيتاخذ بحيث انه هو ينزل السكر عند مرضى الداء السكري النمط الثاني وليس النمط الاول المعتمد هيداك على الانسولين، احنا هيدا ما هو معتمد على الانسولين. نعم. شو بتوجه اليوم كلمه لكل طلاب الجامعات؟ عم لاقي في تفوق كثير كبير عند الطلاب، عندهم احلام لتكمله الدراسات الماجستير والدكتوراه، في عندهم ابحاث كثير مهمه وافكار كثير مهمه، انت من تجربتك اليوم شو بتحبي توجهي لهم؟ انا صراحه بتوجه لهم بكلمه انه يامنوا بافكارهم وبنتائج ابحاثهم ويوثقوا كل الثقه باساتذتهم ويقدموا على براءات الاختراع ويسجلوها، لانه يمكن في طلاب ما بتعرف انه هي ممكن انها تقدر تسجل على براءة اختراع. انا صراحه شجعت اثنين من رفقاتي وسالوني يعني على البروتوكول، ففورا يعني ساعدتهم بطريقه انه اوكي سجلوا، لانه احيانا الفكره اذا ما نشرناها لا فائده لها، يعني اذا معلومه خبيتها
لا فائده منها، فلا ياخذوا براءات اختراع ويسجلوها هي كلياتها من الرصيد. بس مثل ما ذكرت بالاول في منهم بيكونوا ما بيعرفوا انه انا ممكن سجل براءه اختراع، تمام، في تفاصيل روتين. بالعكس بتمنى انه انا اكون حافز لكل الطلاب المميزين مثل ما حكيتوا، يعني هيك الشطورين اذا بدنا نقول، انه اي انا سجل عبارات اختراع واقدم عليها لهيدي الخطوه والله الموفق يعني بالنهايه ان شاء الله. فرح، نحن كثير مبسوطين انه انت اليوم معنا. شكرا. وانه سلطنا الضوء على، فينا نقول على شيء جدا مهم. بدنا نوجه تحيه لكل الاساتذه المشرفين عليك، أكيد. الدكاتره، ولكل حدا لعائلتك ايضا يلي اكيد لها فضل، وبدنا نتشكر وجودك معنا لليوم ونشوفك بشغلات ثانيه. انا بتشكركم، شكرا جزيلا لكم، بوجه تحيه لاهلي والله يحمي لي اياهم يا رب. شكرا كثير لكم.